أهلا بكم. قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلغاء جميع المراسيم الاحتفالية بمناسبة عيد ميلاد جلالته، وذلك على إثر وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة فاطمة الزهراء. وفي ميل نص بلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، على إثر المصاب الجلل لوفاة المشمولة بعفو الله ورضا صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة فاطمة الزهراء، عمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وكريمة صاحب الجلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه التي لبت داعي ربها راضية مرضية، فإن جلالة الملك نصر الله قرر إلغاء جميع المراسيم والاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد جلالته، وذلك تقديرا لمكانة سمو الأميرة المبرورة في قلوب جميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة ولدى الشعب المغربي قاطبة. حفظ الله سيدنا المنصور بالله وأطال عمره وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة، وشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء.